بدنا نرحب بسميرة الكيلاني صاحبة كتاب عندي فكرة. كيفك يا سميرة؟ أهلا دي، شو الأخبار؟ كيفك؟ الحمد كله لله، كله تمام؟ الحمد لله تمام. اليوم شو بدنا نحكي؟ اليوم رح نحكي عن أساسيات المحافظة على البشرة. هلأ في ستات كتير بتقولك أنا بروح بجيب مستحضرات غالية، بجيب كريمات غالية، ما عم بستفيد منها. ففي شغلات الست لازم تعرفها قبل ما تطلب هاي النتائج، في شغلات او اساسيات اليوم رح نحكي عنها، رح نحكي شوية تبس وبعض النصائح، بس رح اركز على الكم شغلة اللي لازم تاخذهم بعين الاعتبار. اول اشي تبدا الست تهتم ببشرتها من عمر العشرين. من عمر العشرين؟ هلا في ستات او كيف يعني نحكي اهتمام؟ هلا كيف الكولاجين ببلش يقل من عمر العشرين. هلا في صبايا صغار بتقول لك لا انا ملحة بعدين لاصير بالأربعين او بالثلاثين، بس لازم تبلش تهتم ببشرتها من العشرين. كيف بتكون العناية؟ هلا رح نحكي عن بعض الشغلات لازم تسويهم. اول اشي الترطيب. الترطيب ضروري كتير، وبعدين انت لما بدك ترطبي جسمك مش بس تطلعي لبرا، لازم تطلعي لجوا، لانه احنا جمالنا، هو بيقولوا دائما الجمال الداخلي، وهي صارت كليشيه بس هاي مزبوطه كتير، انه احنا لازم نرطب جسمنا من جوا، نشرب مي كتير منيح، ناخذ الاشياء والفيتامينات اللي لازم ناخذها، ولازم كمان انه نغذي بشرتنا من جوا حتى نلاقي هذا الافكت برا. هلا في كمان شغله انه لازم من النظافة كمان، هاي اشي كتير مهم. بتلاقي الصبية قاعدة بالصف او بالمحاضرة بالجامعة بتحط ايدها على وجهها، بتطلع لها حبوب وبتطلع لها كذا، فدايما نراعي دايما انه الايدين يكونوا كتير نظاف. ممكن نضل نخلي معنا معقم او ويت وايبس او اي اشي ننظف ايدينا. كمان فراش المكياج كتير مهم، تنظيف دوري لهم. ممكن نجيب الفراش نعمل شوي مية دافية، شوية كربونات وخل، طريقة طبيعية وصحية عشان برضو نحافظ على الشعر تبعهم. ولازم برضو انه تنظفهم بشكل مستمر، والميك اب اللي بتكون خالصة مدته طبعا بتبين من ريحته، بتبين من ملمسه، على طول تكبه، وبيكون في عمر افتراضي على العبوات مبين. وضحناه باحد الحلقات عن الشعارات والرموز الموجودة على العلب المكياج. فبعد ما يصير خلص مفعول المكياج، فلازم على طول تكبه وما تستعمله، لانه راح يسبب لها مشاكل اكثر. هلا في كمان شغله كثير مهمه، بتقول لك انا جبت الكريم الفلاني بقولوا لك غني بالكولاجين، او جبت الكريم هذا الليلي اللي المفروض انه رطب لي بشرتي، بس ما عم بحس باي تحسن. فايش السر بيكون، او الغلطه اللي عم تعملها، انه مسام وجهها مسكره. هلا انت افرضي في عندك حوض زريعه وبدك تسقي مي، وفي على وجهها تراب، في اعشاب ناشفه، في تراب مكعبل مسكر، في شبك، في اي شيء مغطي وجه التراب. اذا انت سقيت المي ما رح تفوت المي لجوا وما رح تتغذى بشكل منيح، فاحنا لازم نعمل تقشير ويكون بشكل دوري مرة أو مرتين بالأسبوع. تقشير مرة أو مرتين بالأسبوع؟ بس بشكل لطيف وطبيعي، لأنه بشرتنا كمان ما بتتحمل كتير التقشير. ما هي عشان هيك مرتين بالأسبوع. فهو كيف رح يكون التقشير؟ رح يكون بأشياء طبيعية، مش المواد اللي بيجيبوها من الأسواق. في بصراحة منتج ريحته هو عمشمش، كأنه ريحته فعلا كتير كريهة، أنا ما بعرف كيف بحطه على وجههم، بحطوه بقبعه وكذا. فممكن نعمل تقشير بطريقة كتير بسيطة، ممكن نجيب شوية ملح ناعم أو سكر ناعم، نخلطه مع شوية لبن أو شوية مي. ممكن نجيب الشوفان اللي بناكله بس بنطحنه ناعم كتير، بصير زي البودرة، نخلطه مع شوية لبن، طبعا هذا منيح كتير للبشرة الدهنية بالذات، ونحطه على وجهنا ونعمل فيه التقشير بشكل دائري، فبيعملنا بقيم هاي الطبقة اللي بتكون ناشفة، وبخلينا كمان احنا شو يفوت الكريم كله جوا على جسمنا أو على جلدنا. الشغلة الثانية اللي كتير مهمة بدي أحكيها، في هلا موضة المنتجات الطبيعية، بيقول لك هذا الكريم على خيار أو هذا الكريم على أفوكادو. تروحي أنت بتمسكي لا ريحته خيار ولا ريحته أفوكادو ولا له أي علاقة في الموضوع. لازم الكريم اللي يكون طبيعي يكون لونه، لأنه النبات له لون وله ريحة وله إشي مميز. فأنت لما تستعملي كريم ويكون ما فيش له أي علاقة في الإشي الطبيعي، معناته هذا فيك، يعني مش طبيعي. هلا انا امبارح صارت معي شغله بصراحه، كنت رايحه احد المولات وحاطه انه انا عندي كريم بزبده الشيا. هلا زبده الشيا هيها انا دائما بحكي عنها وكثير بنسال عنها. زبده الشيا هي هاي الماده، اذا شميت ريحتها ديالها ريحتها زي البندق، هي ناتي هيك، في لها ريحه مميزه. هاي طبعا منتج رقم واحد هلا اللي عم بفوت في كل مستحضرات التجميل،
ممتازة للشعر وللبشرة، ممتازة لالتهابات الجلد، للأكزيما، للصدفية، لكل إشي بخطر على بالي. فلما يقول لي أنا هذا الكريم اللي عندي فيه زبدة الشيا شميته ما له أي دخل، قديش؟ وسعره كتير غالي. رخيص يعني، إذا كان رخيص معناته مش منيح يمكن. لا هم بيهموكي إنه يعني حتى لو بيكون حاطط، بيكون حاطط يمكن يا دوب 10%. فالكريم زبدة الشيا أنا مثلا بعمله استعمالي الشخصي طبعا، تخيلي انه هذا كريم زبده الشيا اللي انا بسويه. انت بتسوي وهذا حاطه فيه ريحه معطره، حاطه ريحه ياسمين بس زيت طبيعي. يعني هون خلينا نشوف هلا انت عملتيه ابيض ولا هو بيطلع هيك ابيض؟ لا هو مع الويبينج، هو زبده الشيا مع الويبينج بتتحول لابيض. هلا في معها هي زبده الكاكاو، في معها زيت جوز هند، في معها كثير شغلات يعني بضيفها، وشمع عسل طبعا. ممكن نعمل حلقه عن تركيب الكريمات رح اعملهم اياها. فهذا بتحسي انه فعلا زبده شيا مش زي اللي فرجاني امبارح، يعني ما إلوش اي علاقه في الموضوع. فبدكم تراعوا دائما انه لما بدكم تشتروا شيء طبيعي يكون على القليله في ريحه او لون من الشيء الطبيعي. هلا في كمان شغله بدي احكيها انه طب انا بسالوك يا سميره، من وين نشتري زبده الشيا الطبيعيه؟ هلا زبده الشيا هاي صارت في موجوده بالاردن بس ما بعرف وين بالضبط، اذا بحبوا يراسلوني. وانا في حبوب بس الزبده هاي ما شفتها انا لسه صراحه. الحبوب هذيك للاكل بيستخدموها، شيا سيدز هذيك. شيا سيدز نعم. لا هذيك ماده مختلفه ما لها علاقه بهاي. لا لا ابدا. طب بلكي من نفس الاشياء، نفس المكونات ونفس الشيا. هذيك شيا، هاي شيا باتر، شي بتر بس معموله من الشيا مش هيك؟ لا لا لا، هاي شي بتر SHEA، شي بتر هاي ماده ثانيه. شيء ثاني عشان ما نلخبط الكاريتا. الناس شجره الكاريتا موجوده في افريقيا. هديك الشيا سيدز عباره عن حبوب زي بسالوك من وين يجيبوها؟ خليهم يحكوا معي وانا بخبرهم من وين بجيبها. انا اصلا بستوردها من امريكا ومن نيجيريا من افريقيا، لانه هي بس بتعيش بافريقيا. والشجره بتحمل كل 4 سنين مره، وهي الشجره فعلا يعني رهيبه في يعني الستات حتى بيشتغلوا فيها. يعني هاي بتكون unrefined، بعدين هاي مش مصنع، هاي الماده الخام. وهي احسن شيء طبعا ممكن تلاقيه. هلا المفروض في ست برضه سالتني كيف اعرف انها اصليه، بيكون لونها هيك على صفار شوي، وريحتها بتحسي انه زي ريحه البندق او ريحه النط هيك، زي ريحه شوي نط هيك قديم شوي. ايوه ريحه البندق المكسرات، ولونها هيك بيكون شوي عصفار. وبعدين بس تحطيها بتحسي انه مدها زيتي شوي، بس انه بسرعه الجلد بيمتصها. كمان شغله انه في عندنا البون ستراكشر. هلا بتحسي انه بعد فتره من العمر الناس ببلشوا يكشوا او يقصروا، بتقولي ليش مثلا ابوي او امي مثلا قصروا. فالبنيه العظميه تبعت البني ادم بتكش مع الوقت، برضه الوجه نفس الشيء. فعشان هيك بتلاحظي انه التجاعيد مرات بتزيد مع العمر، طبعا هي بتزيد مع العمر بسبب انه البنيه العظميه لنا عم بتكش وبتتقلص. فاحنا لازم برضه من الصغر يكون عندنا روتين في انه ناخذ مكملات الكالسيوم، طبعا حسب ارشادات الطبيب. مكملات الكالسيوم ناخذ الاوميجا 3، شيا سيدز على فكره كثير غنيه بالاوميجا 3، وكمان المواد المضاده للاكسده زي الشاي الاخضر، ممكن برضه نعمل ماسكات بواسطته، وكمان بعطينا هاي الحيويه والتالق لوجهنا. الشغله اللي كمان بدي احكيها كثير مهمه هي واقي الشمس. واقي الشمس هذا إشي ضروري يومي كتير بيحكوا عنه، بس إحنا للأسف بنحطه بطريقة غلط. يعني بتقولك برضو أنا بجيب واقي الشمس وعم بسمر فمش عارفة شو السبب. أول إشي واقي الشمس لازم نحطه قبل ما نطلع الشمس بنص ساعة، مش عطول قبل ما تطلعي تحطي وتضلك طالعة، لازم قبل ما تطلع الشمس بنص ساعة. وإذا أنت متعرضة للشمس زي صبايا الجامعات مثلا كل ساعتين بدك تخليه بشنتتك تحطي كمان طبقة منه. هلأ الأحسن أنا برأيي يعني وبعد كتير ما عملت يعني بحثت بالموضوع، احسن تركيز الاس بي اف او السان بروتكشن فاكتور يكون 30 مش اكثر، يعني بين 30 و 50 ماكسيمم. لانه اذا زاد كثير في بتقول لك انا بجيب 90، هذا بيعمل حمايه خطيره. ال 90 راح يسكر المسام وما راح يخلي جلدك يتنفس، فخليه بين 30 و 50 بيكون كثير منيح. بس استعمليه بطريقه صح، انه قبل ما تطلع بنص ساعه وكل ساعتين بتحطي. طيب سميرة أنا شايفتك هنا جايبة قدامي جزر مبروش وجايبة زيت. وزيت إيش هذا؟ هذا زيت اللي رح أحكي عنه هلأ.
طبعا قبل ما انسى بس ديالا بدي احكي شغله. قلنا عن التقشير او انه نفتح المسام زي هاي الفوطه قبل ما تنامي كل ليله، بتحطيها بمي دافيه وبتحطيها على وجهك لمده دقيقتين عشان تخلي كريم الليل يفوت على وجهك. وطبعا احسن وقت الجسم بيبني حاله بعيد عاده الخلايا وكل شيء هو في الليل، فاهتموا بالروتين الليلي كثير منيح. بس افتحوا المسام بفوطه دافية، بعدين حطوا كريم الليل واعملوا شوية مساج. ممكن هلأ نعمل مساج أنا وياكي. رح أحكي عن هذا الزيت. الزيت هذا طبعا هو زيت خرافي، بيشتغل جوا وبرا. هذا الزيت عبارة عن برش جزر بقشره، بغسل الجزر ببرشه بهذا الشكل، بعدين بجيب زيت دوار الشمس. طبعا زيت دوار الشمس أحسن زيت، ليش؟ لأنه خفيف وما له ريحة، وهو أحسن وسط أو زيت حامل للمكونات الطبيعية اللي بتكون في المواد الغذائية. كمان ممكن نعمل حلقة عن الزيوت الطبيعية كيف نحضرها. طبعا بغمر الجزر بالزيت بهذا الشكل وبحطه بحمام مائي لمدة ربع ساعة. ايش يعني بحمام مائي؟ حمام مائي يعني بجيب طنجرة فيها مي سخنة وبحط فيها هذا المرتبان بخليه لربع ساعة، بعدين بتركه ليبرد نهائي، بعدين بصفيه نهائي يعني باخذ منه كل الزيت. بيطلع عنا هذا الزيت. هذا الزيت طبعا بتصفيه اليوم اورنج يومنا. اسمع بتصفيه يعني فكرت هيك بيطلع لونه؟ بنصفيه بيطلع هيك. شوفي كان هيك صار هيك. هذا دليل على انه هذا برودكت طبيعي 100%، يعني انا عملته بنفسي. فلا تثقوا بالاشياء التجاريه كثير. هذا شو بنعمل فيه زيت؟ منيح لشو؟ هذا الزيت لكل شيء. بدك تدوقيه فيك تدوقيه. لا طيب بدي اشم ريحته. شم ريحته. هذا ممكن تاخذي منه 3 مرات في اليوم. بمنع الزهايمر باول هاتي. شفتي كيف اقنعتك؟ منيح كثير للزهايمر باول عظم باول ذاكره، منيح لحب الشباب، منيح كثير للشعر، ممكن نستعمله للشعر وللوجه ولكل شيء. هذا اكل مش دهون. دهون واكل وكل شيء. هذا بتاع كله يعني انا كاتبه عنه بالكتاب بصراحه. زيت سحري فعلا، طعمه كثير زاكي، طعمه زيت على جزر. يعني خذي لك شوي، ممكن ناخذ منه 3 معالق باليوم، منيح للكبار بالعمر. خذي لك خياره. فكتير مفيد. لا هو بتعرفي بس تعود عليه كتير مفيد. فهذا الزيت عن جد رهيب. في ناس بيشربوا زيت زيتون ديالة بتعرفي؟ بعرف. بس هذا يعني على جزر هيك عم طعمه شوي. فهذا الزيت عن جد خلينا ندهنه احسن. فانا كاتبه عنه في الكتاب بالتفصيل، ممكن يلاقوا برضه مكتوبه طريقه عمله وكيف نستفيد منه. هلا الخيار هاي الاولد فاشن هذا انت لاني انا شفتك هلا احنا الاولد فاشن. لما نقشر الخياره بنحط القشره على وجهنا. انت حاطه الخياره بقشرها؟ حاطه الخياره بقشرها. هلا هو بيقول لك هاي التب غليان، كل شيء غليان بنت الحلال. خلينا على القشره. لا منيح كمان الاشياء اللي فيها طبعا كله مفيد. فهاي الوصفه القديمه كثير اثبتت فعاليتها جدا هلا بهاي الايام، لانه كل المستحضرات الغاليه اللي تبعت الكريمات حوالين العينين عم بتحط خيار فيها، وعم بتحط بطاطا نية كمان. بطاطا النية كمان عم تدخل بقوة في مجال الكريمات. هلأ الخيارات كيف ممكن نستعمله؟ ممكن نجيبه وننقعه بحليب بارد، أفضل يكون حليب بارد، ونحطه على عينينا ونسترخي لنا شوي. فهذا من التبس القديمة كتير بس اللي أثبتت فعاليتها. كمان ممكن نستعمل المعلقة بس تعبت زيت. تعبت زيت وهان. ممكن نستعمل المعلقة نبردها وبرضه نحطها على عينينا بهذا الشكل ونتركها شوي. برضه بتقيم. سميرة يعني كتير أسئلة موجودة على الفيسبوك، لو سمحت تجاوبي عليها بعدين. بجاوبها بس نروح. كلكم رح جاوب على استفساراتكم سميرة إن شاء الله. على هاي الصفحة راح واحد واحد تجاوبه. سميرة شكرا لك، نشوفك الأسبوع الجاي. جيبينا زيت نوع أسكى شوي. أسكى شوي. أسكى شوي. إن شاء الله.